بعد تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي في حلقة هذا الأسبوع من رجع الصدى، حوار حصري مع أحد شيوخ السلفية محمد بن عبد الرحمن خليف. التصنيف هذا هو تصنيف سياسي لضغوط خارجية. أنصار الشريعة ما هي إلا كبش فداء. هناك أسلحة تدور في تونس لإيضاح أو لإبراز ولائهم لأسياده. تداعيات هذا التصنيف نطرحه الليلة مع رضا بالحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير والخبير الأمني ماهر زيد.